بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 52. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءات شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. يشرحه في هذه الحلقات فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. وفي مطلع الحلقة نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله في كتاب الجنائز: وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده وستره عن العيون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. تقدم أن تغسيل الميت أمر لا بد منه، وأنه فرض كفاية. وفي هذا يذكر المؤلف رحمه الله كيفية تغسيله، فقال: إذا شرع في غسله فإنه يستر عورته، يعني يجعل على عورته شيئا ساترا ولا يترك عورته مكشوفة، بل يضع عليها ما يسترها. والمراد بالعورة هنا الفرجان، القبل والدبر، فيضع عليهما شيئا يسترهما ولا يتركان مكشوفين، ثم ينزع ما عليه من الغطاء، ثم يشرع في تغسيله، ويكون في مكان مستور عن عيون الناس، ولا يحضر إلا من يتولى التغسيل أو من يعينه، من يتولى مباشرة التغسيل ومن يعينه، كالذي يصب عليه الماء ويقلب معه الميت. وأما من عدا المغاسل ومن يعينه فإنهم لا يحضرون عند تغسيل الميت. نعم. قال: ويكره لغير معين في غسله حضوره. نعم، كما ذكرنا هو يغسل في مكان مستور ولا يحضره أحد، لا حاجة إلى حضوره. هذا الشيخ حسن، فيقتصر الحضور على الغاسل الذي يباشر الغسل ومن يعين الغاسل. وأما الفضولية والذين لا حاجة إلى حضورهم فلا يحضرون، لأن هذه مسألة سرية وفيها تجريد للميت، وفيها فلا يحضرها من لا داعي لحضوره. نعم. أحيانا في مغاسل الأموات قد يحضر بعض أقرباء الميت أو أولياءه. لا، ما ولو كان من أقرباء الميت، ولو كان من أقرباء الميت لا يحضر. حسن الله إليك. نعم. قال: ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق. قبل أن يشرع في تغسيله، إذا ستر عورته ونزع الغطاء الذي سجي به، فإنه يجلسه، يعني يرفع رأسه إلى قريبا من الجلوس وهو على السرير، ثم يعصر بطنه برفق ليخرج ما بداخل أمعائه وجوفه من الفضولات، لئلا يخرج بعد غسله، لئلا يخرج ذلك أو يتسرب بعد غسله. نعم. قال: ويكثر صب الماء حينئذ. يكثر صب الماء حينئذ، يعني عند عصر بطن الميت، لأجل يزيل ما يخرج من جوفه
من الفضولات. نعم. ثم يلف على يديه خرقة فينجيه. ثم يلف على يلف الغاسل على يديه خرقة، أو يلبس القفازين المخصوصين بالكفين، ثم يدخلها من تحت الستارة التي على فرجه فينجيه، يعني يغسل المخرج بالماء كما ينجى الحي. نعم. بعدما يعصر بطنه ويخرج الخارج، فإنه لا بد من تنجية الميت مثل الحي تماما. نعم. ولا يحل مس عورة من له سبع سنين. لا يحل مس عورة الميت مباشرة بدون حائل على اليد إلا إذا كان دون سبع سنين، فما بلغ سبع سنين فما فوق فإنه لا تمس عورته إلا من وراء ساتر، ويكون أيضا بحائل على اليد ولا يمسها مباشرة. نعم. يعني لا يراها بعينه ولا يمسها بيده. ولا يمسها بيده. نعم. ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة. كذلك هذا يعني وضع الساتر على اليد هذا واجب بالنسبة لعورة الميت. نعم. وأما بالنسبة لبقية البدن فهذا ليس بواجب، وضع السترة على اليد ليس بواجب لكنه مستحب، أحسن من مس الجسم مباشرة. نعم. ثم يوضيه ندبا. بعدما يفرغ من تنجيته وإزالة أثر الخارج على السبيلين فإنه يشرع في توضيته مثل الحي تماما، لكن لا يدخل الماء إلى فمه ولا إلى أنفه مثل ما هو في المضمضة والاستنشاق، وإنما يأتي بخرقة مبلولة بالماء فيمسح بها أسنانه ويمسح بها داخل أنفه، لأن دخول الماء إلى فمه أو إلى أنفه يفسد جسم الميت. نعم. فيكتفى بالمسح، بالمسح بالبلل. نعم. قال ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه، ويدخل أصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما ولا يدخلهما الماء. نعم. ينظفهما بالمسح، يجعل على أصبعه خرقة فيمسح أسنانه ولثته وبدل المضمضة، وأيضا يدخل أصبعه في أنفه في منخريه فينظفهما بالمسح. نعم. قال ثم ينوي غسله ويسمي، يعني بعدما يفرغ من وضوئه، يعني يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين، فإنه يشرع بعد الوضوء يشرع في تغسيله فينوي، لأن التغسيل عبادة، تغسيل الميت عبادة، والعبادة لا تصح إلا بنية، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. قال ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط، يعني بعد الفراغ من الوضوء ينوي تغسيله، بعد الفراغ من توضية الميت ينوي تغسيله ويبدأ برأسه، فيغسله برغوة السدر لأن السدر من المنظفات، وأيضا السدر صالح للبدن لبرودته تنظيفه، يستعمل السدر مع تغسيل الميت ويغسل بذلك رأسه أولا، ثم بعد ذلك يغسل بقية جسمه ويبدأ بالميامن. نعم. قال ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط. نعم. وأما بقية الجسم فلا يغسل برغوة السدر، وإنما رغوة السدر خاصة بالشعر، شعر الرأس وشعر اللحية، ويكفي عن السدر المواد المنظفة المعروفة الآن
تكفي عن السدر، ولكن استعمال السدر أحسن إذا أمكن. نعم. قال: ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر. نعم، يغسل يفيض الماء على جسمه، يفيض الماء، المجزي أن يفيض الماء على جميع جسمه، لكن يستحب أن يبدأ بالميامن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره، في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه وطهوره وفي شأنه كله، فيبدأ بميامن الميت ثم المياسر، هذا هو الأفضل. ولو أفاض الماء على جسمه عموما في آن واحد فلا بأس بذلك، لأنه يحصل المقصود. نعم. ثم كله ثلاثا، يمر في كل مرة يده على بطنه. نعم، يغسل الميت ثلاث مرات، ثلاث غسلات، هذا هو الأفضل، مثل الحي، وإن اقتصر على مرة واحدة سابغة على جميع الجسم كفت الواحدة، لكن الأفضل ثلاث مرات. نعم. قال: فإن لم ينقي بثلاث زيد حتى ينقي، ولو جاوز السبع. لو بقي على جسمه شيء من الأوساخ أو من واحتاج إلى زيادة على الثلاث، فإنه يزيد في عدد الغسلات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء اللاتي يغسلن ابنته: اغسلنها ثلاثا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. نعم. قال: ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا. يجعل في الغسلة الأخيرة الكافور، وهو مادة منظفة طيبة الرائحة، لأنها تصلب الجسم وتنقيه وتنظفه وتطيب رائحته، فيجعلها في الغسلة الأخيرة ليبقى أثرها على الجلد، لأنها تصلب الجلد وتنقيه تنظفه وتطيب رائحته. فلو جعلها في الأولى ما حصل المقصود، أو في وسط الغسلات ما حصل المقصود، يجعلها في الأخيرة ليبقى أثرها ويبقى تبقى رائحتها في جسم الميت. نعم. والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إذا احتيج إليه. الماء الحار لا يستعمل إلا إذا احتيج إليه، كأن يشتد الوسخ أو، وإلا فالأفضل أن يغسل بماء بارد، يعني برودة ليست شديدة، هذا هو الأفضل. وإن احتيج إلى الماء الساخن فإنه يستعمل، وإذا لم يحتج إليه فغير الساخن أولى وأحسن. نعم. قال: ويقص شاربه ويقلم أظفاره. نعم. قال: والماء الحار والأشنان والأشنان، وهو مادة منظفة، مادة حادة منظفة، مثل السدر، أشنان أو سدر، كذلك الصابون والشامبو، يستعمل عند الحاجة إليه، إذا كان على الجسم الميت أوساخ وعرق فتستعمل المنظفات مع الماء، وإذا لم يكن عليه شيء من هذه الأمور فيكفي الماء المجرد. نعم. قال: والخلال. الخلال تخليل الأسنان، يعني تخليل الأسنان، يعني يدخل حودا صغيرا بينها ليخرج ما ترسب فيها أو عليها، أو دخل بينها من المواد، من مواد الأكل، فيخللها، لأن هذا أتم في النظافة إذا احتاج إلى ذلك، وإذا لم يكن حاجة إلى التخليل فلا داعي لذلك. ومما تجدر الإشارة إليه بهذه المناسبة، إذا كان على الميت أسنان مغطاة بالذهب، أسنان عليها ذهب مربوطة بالذهب أو ملبسة بالذهب، فإنه ينزع إذا تيسر نزعه، لأن هذا مال ولا يترك يهدر، فينزع إذا تيسر
نزعه، فإذا لم يتيسر نزعه إلا بقلع الضرس أو بجرح اللثة أو غير ذلك فإنه يترك. نعم. قال: ويقص شاربه ويقلم أظفاره ولا يسرح شعره. يقص شاربه إذا كان طويلا، ويقص أظفاره إذا كانت طويلة. أما إذا كان شاربه معتادا وأظفاره معتادة فلا حاجة إلى قصها. نعم. ولا يسرح شعره. ولا يسرح شعره يعني يكده كما يكده الحي ويفرقه الحي، بل يغسل ويترك. نعم. ثم ينشف بثوب. بعدما يفرغ من تغسيله ينشف بثوب، يعني بمنشفة أو ما يناسب تنشيفه به، ولا يترك الماء يتسرب على جسمه لأن ذلك أبلغ في التنظيف، ولئلا تترطب أكفانه بالماء إذا بقي على جسمه بدون تنشيف. نعم. ويضفر شعرها 3 قرون ويسدل وراءها. هذا بالنسبة للرجل هو الذي لا يسرح شعره. أما بالنسبة للمرأة فإنها تضفر، يعني يجعل رأسها 3 ضفائر جدايل، يعني ضفيرة هي الجديلة، ويلقى من خلف ظهرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء اللاتي غسلن ابنته زينب بأن يفعلن ذلك برأسها. نعم. قال: وإن خرج منه شيء بعد 7 حشي بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، ثم يغسل المحل ويوضأ. إذا كان يخرج منه شيء أثناء الغسلات فإنه يغسل حتى ينقطع هذا الخارج إلى 7 غسلات، فإن خرج منه شيء بعد 7 واستمر الخروج فإنه يجعل شيء يسد المخرج من قطن أو طين حر، يجعل على المخرج ليمنع الخارج. نعم. ولا يعاد الغسل. نعم. قال: وإن خرج بعد تكفينه لم يعاد الغسل، يعني يوضع الشيء على المخرج يمنع الخارج، هذا قبل التكفين، وينظف من آثار الخارج. أما إذا كفن وانتهى وحصل شيء بعدما كفن فإنه لا ينقض الكفن ولا يعاد التغسيل. نعم. لما في ذلك من المشقة. نعم. شيخ، قص الشارب والأظفار وتسريح شعر المرأة كما ذكر، هل فيه إشارة إلى أن من صنع ذلك استنانا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي أنه مهيأ لأن يكون من أهل السنة، ومن خالف ذلك أنه سيرد إلى السنة التي يرضاها الله جل وعلا وهو ميت؟ لو أن مسلما أعفى شاربه وأرخاه ثم إذا سج على سرير الغسيل قص، أو أن امرأة لم تفعل بشعرها ذلك فالسنة لها أن إذا سجيت على سرير الغسيل. على كل حال هو مسلم فتعمل معه السنة، وتعمل معه السنة لأنه مسلم. الحمد لله. ولو كان في حال حياته خالفها لا يستعملها، قد يكون عن جهل، أو يكون طال شاربه لأنه من طول المرض وانشغاله عنه، أو لأي سبب من الأسباب، فيجعل على أحسن هيئة، لأن قص الشارب، قص الأظفار، ونتف الأبط، وحلق العانة، وإحفاء الشارب من سنن الفطرة، من سنن الفطرة ومن سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأن يصنع بشعر المرأة مع ذكر شعر المرأة جاء فيه نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يضفر ويجعل من ورائها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومحرم ميت كحي. أما المحرم الذي سبق من أحكام الغسل والتكفين إنما هو في حق غير المحرم، أما المحرم الذي مات وهو في إحرامه فإنه يصنع به كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسل كما يغسل غير المحرم كما سبق،
ولكنه يكفن في ملابس إحرامه ويجنب الطيب، ما يطيب مثل ما يطيب غير المحرم، ولا يغطى رأس الذكر بل يترك مكشوفا كحاله في الإحرام، قوله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه، قال صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته راحلته معه وهو محرم يوم عرفة غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، يعني ثياب الإحرام الإزار والرداء، ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فدل على أن حالة المحرم إذا مات كحالته حال الحياة، يعني يجنب محظورات الإحرام لأنه باق في إحرامه، فالموت لا يقطع الإحرام، الموت لا يقطع الإحرام. ولذلك كان الصحيح أنه لا تفعل عنه المناسك، لا تفعل عنه المناسك إذا مات، بل يترك لأنه ماض فيها وباق عليها. نعم. قال يغسل بماء وسدر ولا يقرب طيبا. نعم. ولا يلبس ذكر مخيطا ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى. نعم، ولا يغطى رأسه لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوه، ولا يمس الطيب، قوله صلى الله عليه وسلم ولا تمسوه طيبا، لأنه محظور على المحرم أن يتطيب بعد إحرامه. وكذلك المرأة، إلا أنه لا يترك وجهها مكشوفا عند الرجال، لا يترك وجهها مكشوفا عند الرجال، بل يغطى بغير البرقع والنقاب كحالة المرأة الحية المحرمة، لأنه لا يجوز أن يبقى وجه المرأة مكشوفا أمام الرجال الذين ليسوا من محارمها ولو كانت محرمة، لقول عائشة إذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها على رأسها، سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. كان ذلك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره على ذلك. نعم. قال ولا يغسل شهيد معركة. شهيد المعركة هو الذي قتل في الجهاد في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وقتل في المعركة فهذا شهيد، هذا لا يغسل لتبقى عليه آثار الدماء، آثار الشهادة، ولا يكفن، وإنما يدفن في ثيابه التي قتل فيها لتبقى عليه آثار الشهادة، ولا يصلى عليه لأنه شهيد، فهو ليس بحاجة إلى الدعاء والاستغفار مثل ما يحتاج غير الشهيد. قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، قال تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، فلا يصلى عليه لأنه حي عند الله سبحانه وتعالى، ولأن كان المسلمون يستشهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يغسلهم ولا يكفنهم بأكفان غير ثيابهم التي قتلوا فيها، ولم يكن يصلي عليهم كما حصل هذا في شهداء أحد، فإنهم دفنوا على هذه الحالة لتبقى عليهم آثار الشهادة، مثل المحرم الذي مات في إحرامه يبقى على صورته التي مات عليها ولا تغير صورته التي مات عليها، لأنها صورة عبادة، صورة طاعة وفيها شرف، فتبقى ليواجه الله سبحانه وتعالى بها. نعم. قال ومقتول ظلما إلا أن يكون جنبا.
لا يغسل الشهيد في المعركة إلا أن يكون جنبا، فيغسل من أجل الجنابة لا من أجل الموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استشهد أحد أصحابه أظنه حنظلة، والد عبد الله بن حنظلة، لما استشهد في وقعة أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه رأى الملائكة تغسله، فسئل عنه فأخبروا أنه كان على امرأته عندما سمع المعركة وقام من على امرأته وذهب إلى المعركة وقتل رضي الله عنه. نعم، فدل أخباره صلى الله عليه وسلم بأن الملائكة تغسله أن الشهيد إذا كان عليه جنابة يغسل، ولذلك كان يسمى هذا بغسيل الملائكة. نعم. ومقتول ظلما، مقتول الظلم لأنه شهيد، إذا قتل بغير حق فإنه شهيد مثل شهيد المعركة، قوله صلى الله عليه وسلم من قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هؤلاء شهداء لأنهم مظلومون مقتولون بغير حق، فيعاملون معاملة الشهداء في عدم تغسيلهم والصلاة عليهم ودفنهم في ثيابهم التي قتلوا فيها. نعم. قال ويدفن بدمه في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه. نعم، يدفن بدمه لذلك لا يغسل، وفي ثيابه التي قتل فيها فلا تبدل بثياب أخرى إلا إذا لم يكن عليه ثياب كأن تمزقت، ولكن ينزع ما كان عليه من سلاح ومن جلود يلبسها لأجل القتال، لأن هذه ليست ثياب إنما هي تلبس للوقاية والحاجة في المعركة. نعم. وإن سلبها كفن بغيرها، إذا سلب الثياب يعني نزعت ثيابه، نزعها العدو وأخذوها وبقي مجردا، فإنه يكفن بغيرها ولا يدفن وهو مجرد من الثياب. نعم. ولا يصلى عليه كما سبق لأنه حي عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال وإن سقط عن دابته أو وجد ميتا ولا أثر به أو حمل فأكل أو حمل فأكل أو طال بقاؤه عرفا غسل وصلي عليه. الذي لا يتيقن أنه شهيد إن كان محتملا، هو حضر القتال وحضر المعركة، لكن وجد ميتا خارج المعركة ولا أثر به، أو وجد في المعركة أيضا ميت وليس به أثر ضرب أو جراح، أو يعني حصل اشتباه في كون موته موت شهيد أو موت معتاد، فهذا يعامل معاملة غير الشهداء لأنه لم يثبت أنه شهيد، فيعامل معاملة أموات المسلمين غير الشهداء. نعم. فقال فإن، قال وإن سقط عن دابته أو وجد ميتا ولا أثر به أو حمل فأكل أو طال بقاؤه عرفا غسل وصلي عليه. نعم. إن سقط عن دابته أثناء القتال ومات، فهذا مات بسبب السقوط لا بسبب القتل والجراح، فيعامل معاملة أموات المسلمين من تغسيله وتكفينه الصلاة عليه. أو حمل من أرض المعركة وهو حي ومات بعد ذلك، فهذا أيضا يعامل معاملة أموات المسلمين ولا يعامل معاملة الشهداء. وكذلك لو طال بقاؤه بعد المعركة من باب أولى، فإنه يعامل معاملة أموات المسلمين. لكن لو حمل من المعركة وهو حي لكن على سبيل الزوال
ولم يأكل ولم يشرب فهذا يعامل معاملة الشهداء، لكن لو حمل وأكل وشرب بعد ذلك ثم مات فهذا يعامل معاملة أموات المسلمين. نعم. قال: والسقط إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه. السقط إذا بلغ 4 أشهر، يعني والسقط المراد به ما يسقط من حمل المرأة، إذا بلغ 4 أشهر أي على رأس 40 الثالثة، يعني بلغ 120 يوم، فإنه حينئذ يأخذ حكم الأموات لأنه نفخت فيه الروح، فيأخذ حكم الأموات المولودين فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. أما إذا كان دون 4 أشهر فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن ويدفن في أي مكان يصونه عن عبث العابثين، لكن لا يأخذ أحكام الجنائز لأنه لم تنفخ فيه الروح فلم يوجد فيه حياة، مات قبل وجود الحياة فيه، يعني سقط قبل وجود الحياة فيه، فيعامل على أنه قطعة لحم تلف بخرقة وتدفن في مكان بعيد عن المارة أو عن ما يتأذى به الناس. كان هذا آخر وقت اللقاء من شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم نأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.